Thank you. اعظم نادي في الكون اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي والنهارده ختام ماراثون الدوري بلقاء النادي الاهلي مع النادي المصري بورسعيدي في اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 30 في دوري استمر 281 يوم. ابتدى الدوري يوم 18 اكتوبر وبيختتم اليوم 26 مايو. دوري تم حسمه مبكرا منذ خمس جولات طبعا لصالح الكبير لصالح النادي الاهلي اللي اضاف لرصيده اللقب رقم 43 43 من اصل 64 نسخه يعني اكتر من ضعف باقي الانديه مجمعه او مجتمعه عندي موضوعات كتير جدا هتكلم فيها بس قبل ما نتكلم في الموضوعات عشان عايزه وقت شويه تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من فندق اقامه الفريق نعرف اخر الاخبار ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى مساء الخير يا محمد مساء الخير كابتن أيمن تحيات لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي في كل مكان يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والمصري في اطار جوله 30 او المباراه المؤجله من الجوله 30 وهي يمكن المحطه الختاميه لبطوله الدوري العام وختام موسم شاق جدا وطويل جدا الحمد لله يمكن ربنا كل مجهود النادي الاهلي بالنجاح والوصول لللقب 43 لبطوله الدوري العام بالطبع مباراه في غايه الصعوبه خاصه في ظل ظروفها كابتن ايمن يمكن الجهاز الفني على طول بعد مباراه بيراميدز فضل اعطاء 12 لاعب اجازه من هذه الفتره والعوده مره اخرى للتدريبات فيما بعد مباراه المصري يمكن مجموعه كبيره جدا من الناشئين واللاعبين ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه خلال الفتره الاخيره موجودين في قائمه الفريق استعدادا لمباراه اليوم يمكن طبعا الفريق خاض مران واحد بس يا كابتن ايمن استعدادا لهذه المباراه كان بالامس في تمام الخامسه على ملعب مختار التتش بالجزيره بالطبع فنيه للجهاز الفني فيها كولر عن اهميه هذه المباراه خاصه انها فرصه لعدد كبير جدا من اللاعبين يجب عليهم اغتنامها وباذن الله التوفيق يكون معاهم النهارده وحققوا نتيجه ايجابيه بعد المحاضره على طول كان تدريب بدني قوي جدا لجميع اللاعبين المشاركين في التدريبات باستثناء طبعا محمد عبد المنعم يمكن خد تدريب خفيف وموجود في قائمه الفريق لمباراه اليوم من بعدها على طول كان بعض التدريبات بالكره والجمل اللي مستر مارسيل كولر كان بيدرب اللاعبين عليها واختتمت التدريبات بتقسيم يعني تقسيم ما بين اللاعبين كانت قويه جدا حرص كل اللاعبين كابتن ايمن على حجز مكان اساسي في تشكيل اليوم وكلهم كانوا يعني عاوزين ينولوا رضا الجهاز الفني ويكونوا موجودين في ال11 لاعب اللي هيبداوا المباراه باذن الله من بعدها يمكن على طول الفريق تحرك بقائمه من 21 لاعب لمدينه الاسكندريه وبالتحديد مدينه برج العرب يمكن يعني هنا فندق قام يبعد عن ملعب المباراه 10 دقائق فقط بالحافله كابتن ايمن الفريق يعني تناول وجبه العشاء في العاشره مساء ومن بعدها خلد الجميع للراحه ليبداوا يومهم النهارده يوم المباراه مبكرا جدا يمكن كانت وجبه الفطار في تمام الساعه عشر صباحا من بعدها فتره التدريب الخفيف او اللي بتتم في فندق الاقامه ودي كانت الساعه 12 ونص ومن بعدها وجبه الغذاء كانت وجبه الغداء كانت في تمام الرابعه والنصف يمكن كمان المحاضره الفنيه حالا دلوقتي وانا معاك كابتن ايمن شغاله دلوقتي يمكن بدات في تمام السادسه والربع ومن بعدها على طول باذن الله هنتحرك على ملعب المباراه محملين بدعوات كل جماهير النادي الاهلي الظهور بشكل اكثر من رائع وتحقيق نتيجه ايجابيه في ختام مباريات الموسم باذن الله رب العالمين كمان يمكن بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم اللي هيكون موجود النهارده يدي كل فريق حقه ويكون من الحاجات المساعده خلال المباراه طبعا بقياده الدولي محمد معروف يعاونه احمد نوفل محمود كثير وإحمد ناجي حكم رابع وحكمين على الفار محمود بسيوني واسامه السيد كمان دع على الجانب الفني والاستعداد الفنيه كابتن ايمن من الجانب الاداري بقى يمكن لفتها طيبه من مجلس اداره النادي الاهلي وتوفير حفلات لنقل جماهير النادي الاهلي لمدينه الاسكندريه وبالتحديد استاد برج العرب طبعا الاتوبيسات كانت موجوده من الساعه 12:30 ظهرا عند فرع النادي الاهلي بمدينه الشيخ زايد الاتوبيسات اتحركت في تمام الثانيه ظهرا ووصلت خلاص بالفعل لاستاد برج العرب ان شاء الله جمهور النادي الاهلي زي ما تعودنا دايما يكون اللاعب رقم واحد ويكون مساند لفرقته ايا كانت الاسماء موجودة في الملعب ويكون مساند النهاردة لعدد كبير جدا من ابناء النادي الاهلي وقطاع الناشئين وباذن الله يكون خير اختام لموسم رائع موسم خمسة من خمسة العلامة الكاملة وان شاء الله النادي الاهلي يبدأ يبقى دايما في بطولات وانتصارات ويبقى دايما عن مقدمة كابتن ايمن اتفضل شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق عرفنا محمد اخر اخبار الفريق قبل الماتش المصري موسم من مواسم النادي الاهلي التاريخيه حصد فيه خمس بطولات بدانا بالسوبر المحلي على حساب نادي الزمالك وبعدين بطوله كاس مصر على حساب بيراميدز ثم السوبر المحلي عن الموسم الماضي على حساب بيراميدز ايضا بعد انسحاب نادي الزمالك ثم دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي واخيرا بطوله النادي الاهلي المفضله بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم على حساب كل فرق الدوري اللي احنا بنمكن لها كل احترام وتخلل كل ده كمان المشاركه في كاس العالم للانديه وحصد المركز الرابع لو اتكلمت على الارقام هتشوف ارقام وكمان كان في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي ناس كتير جدا 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 شككت ان النادي الاهلي هيعدي دور الثمانيه يوم النادي الاهلي يعدي دور الثمانيه ويعدي دور الاربعه ويوصل لدور النهائي وياخد البطوله عن جدارة واستحقاق هنشوف ارقام كتير جدا وفوارق كبيره جدا بين النادي الاهلي واقرب المنافسين سواء في الموسم ده من حيث الارقام او على المستوى العام للبطولات النادي الاهلي حقق 43 دوري مصري لكرة القدم اللي بيليه صاحب المركز الثاني نادي الزمالك حقق 14 دوري 14 دوري من 64 مسابقه نادي الزمالك يجي في المركز الثاني الوصيف 37 مره عشان كده بنقول ان هو بيق... مش بيقترب من النادي الاهلي هو اللي بيحاول ينافس النادي الاهلي ولكن الفوارق كبيره جدا 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 بين النادي الاهلي واي فريق تاني وراه. الحمد لله بالارقام مفيش منافسه. وقيس على كده بقى كل البطولات طبعا معانا إيه كواليس اللعيبه في الفندق قبل المباراه معانا رأفت خليل معانا بعض اللعيبه الناشئين اللي هيشاركوا النهارده باذن الله رب العالمين يمكن في ناس كانت بتقول ان معانا مصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر طبعا حتى المباراه اللي هي اصلا ورمي ربيعه اللي هي اصلا زي ما بنقول احنا ايه تحصيل حاصل انما بالنسبه للعيبه مش تحصيل حاصل بالنسبه للجهاز الفني مش تحصيل حاصل لان النادي الاهلي بيلعب كل مباراه عشان يفوز ولكن ولكن اللي عايز اقوله ان انت او احنا واخدين البطوله النادي الاهلي واخد البطوله من خمس مباريات او من خمس جولات حسم خلاص الدوري النادي الاهلي فكل المباريات اللي بتلعب بعد كده ليها رؤيه مختلفه شويه لمستر كولر ليه اهداف تانية احنا ما نعرفهاش في البعض قال ايه البعض قال بعد ماتش الزمالك كان لازم يريح اللعيبه طب ماشي هيريح جزء وبعدين هيلاعب جزء وبعدين الرابطه واتحاد الكره مصممين اتحاد الكره مصمم ان في كاس مصر يوم 30 فهو مش هيقدر يدي اللعيبه راحه سلبيه تامه هيلعب كاس مصر 30 لا ده في حاجه كمان ان انت بعد ان شاء الله باذن الله بعد يوم 30 لما نعدي ماتش الداخليه لا عندك ماتش كمان يوم 3 اغسطس كل ده ورا بعض انا انا لو مدرب هقعد افكر 100 مره هعمل ايه ادي اللعيبه فترات راحه وبعدين اجيبهم بعد إيه اسبوع 10 ايام تاني وابتدي معاهم من اول لا العمليه كلها بتخضع لرؤيه وحسابات الجهاز الفني بقياده مستر كولر هو ادرى واحد ادرى واحد بامور فرقته، ادرى واحد بامور لعبته وحالتهم سواء فنيه، بدنيه، نفسيه هو ادرى واحد، هو حتى الراجل طلع في اكتر من مؤتمر قال في اجهاد ذهني. انا كنت اتمنى ان البطوله تنتهي مباشره، ولكن في كاس ربنا يكون في عونه وربنا يكون في عون لاعيبه النادي الاهلي. سنه كامله سنه كامله احنا لسه مكملين لحد يوم 3 اغسطس. احنا النهارده بنقول على 281 يوم لسه لحد 3 اغسطس كمان ان شاء الله عندنا ماتشات كاس قيس على كده بقى كل البطولات اللي اتلعبت السنه دي انت خلي بالك ما بتلعبش بطوله محليه واحده او او بطولتين محليتين او بطوله فيها كمان كاس سوبر لا انت بتلعب كاس عالم الانديه وبتلعب دوري ابطال افريقيا وعندك مسافات كتير جدا بتسافرها وعندك عدد دراحات قليله جدا بتقعدها و... ومع ذلك انت حققت العلامه الكامله السنه دي دوري ابطال افريقيا حققته، الاهلي حقق 11 لقب في دوري ابطال افريقيا. اللي بعده مين بقى؟ اللي بعده نادي الزمالك ومازيمبي الكنغولي. خمس القاب. خمس القاب. تخيلوا حضراتكم الفوارق. لو جينا لبقيه بس انا بقى انا بتكلم بقول كده ليه؟ عشان هروح لموضوع مرتبط بالارقام دي. ايوه الموضوع طالما مرتبط بارقام مش هتعرف تنافسني مش هتعرف تنافسني جوه المستطيل الاخضر او جوه الملعب ليه لانك خسران بالثلث انا بكسب بالثلاثة وبكسب بالأربعة وارقامي كلها قياسيه ارقامي كلها قياسيه بالنسبه لمين لجميع الانديه وبالنسبه لما بنتكلم بقى بنتكلم على اللي اللي بيالينا اللي في المركز الثاني فبالتالي مفيش منافسه بالارقام مفيش منافسه احنا كنادي اهلي بنحترم بقول لحضراتكم كل الانديه لكن لما يبقى فيه نادي يقول لك انا منافس النادي الاهلي يبقى يبقى الوضع الطبيعي ايه انت تاخد مثلا 43 بطوله دوري يبقى اللي بعدك مثلا لو هو بينافسك هنقول مثلا 30 مش 14 مش 14 طيب لما نتكلم على دوري ابطال افريقيا أنا منافس للنادي الأهلي، النادي الأهلي واخده 11 مرة، يبقى أنت اللي بعده يبقى واخده إيه؟ 10 9 8 7 إنما خمسة، يعني أنت مش منافس، الفوارق كبيرة جدا 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 بين النادي الأهلي واللي بعده، النادي الأهلي بينافس مين؟ تعال قول لي النادي الأهلي بينافس مين؟ بينافس نفسه النادي الاهلي بينافس نفسه ده احنا زعلانين الماتش اللي فات عشان بنقول احنا عايزين نحقق ارقام قياسيه بعد ما كسبنا البطولات عايزين نحقق ارقام قياسيه النادي الاهلي بيحاول يكسر ارقامه القياسيه يعني انا بعمل الرقم وتاني عايز اكسر الرقم دوت اتكلم على بطل ياخد بطوله وعايز يحقق رقم قياسي في البطوله دي عشان كده بنزعل مع ان احنا واخدين البطوله انما لما تلاقي المنافس او اللي بيقول على نفسه منافس مش عارف ينافسني بطرق شرعيه داخل الملعب يعمل ايه بقى؟ لا عايز يسحبك معاه لحته بره الملعب. لحته بره الملعب، عايز ياخد الجمهور لناحيه تانية خالص بره الملعب. بيختلق بعض المعارك. بيختلق بعض المعارك الوهميه عشان يشغل بيها جماهيره عشان يلهيهم عن مشاكله. عشان يلهيهم عن ازماته اللي موجوده في كل حته. على طريقه ان بص الناحيه دي، بص الحته التانيه، بص بعيد عن المو هو هو ده اسلوبه. لكن عايز اقول لك حاجه، الجماهير واعيه جدا 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 جدا، حتى جمهورك واعي جدا. وبقت بيفهم ان ده الهاء ليهم او عشان تبعدهم عن حاجه معينه، عشان ينسوا الازمات اللي موجوده عندك. فتروح تضرب في حته تانيه، وحته تانيه ايه؟ بتضرب في النادي الاهلي وانت اصلا مالكش صله بالموضوع تحاول تختلق مشاكل تحاول تفخم من اي حدث اي حدث خاص بالنادي الاهلي ليه عشان يلهي جماهيره عن المشاكل اللي جوه لما تشوف حضرتك او لما تشوفوا حضراتكم ان النادي المنافس بيتكلم عن النادي الاهلي اكتر ما بيتكلم عن نفسه في القنوات وفي يعني كل كل ما هو اعلامي او تخص صفحات السوشيال ميديا طيب هو انت بصفتك ايه بتتدخل في مواضيع انت اصلا مالكش علاقه بيها اقول لك انا ليه عشان الخلاصه ان انت لما تتكلم عن النادي الاهلي انت بتحاول تبعد اللي موجود عندك من مشاكل وازمات واخفاقات حته تانية خالص تبعد جماهيرك عنه خالص فتروح موجه كل طاقاتك لانك تخلق مشاكل باسم النادي الاهلي المهم تحط اسم النادي الاهلي في اي حته تيشيرت النادي الاهلي بيجنن الناس كتير اللون الاحمر لون النادي الاهلي لون مؤسسه الاهلي بيجنن الناس كتير نظام النادي الاهلي مبادئ النادي الاهلي قيم النادي الاهلي روح النادي الاهلي كل, الحدا... كل الحاجات دي وغيرها 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 اللي النادي الاهلي مرتبط بيها بتجني الناس ايوه فعلا بتخليهم اقول تخليهم ايه بيلفوا حوالين نفسهم بمجرد ما يسمعوا اسم النادي الاهلي بمجرد ما بيسمعوا اسم النادي الاهلي تلاقيهم في حاله رعب مع ان دي رياضه يعني في الملعب نافسني ونفسك حاول تقلدني حاول تتعلم مني حاجه حاول تقرب مني مش عايز اقول لك انك تبقى زي لانك مفيش يوم من الأ... ولا سنه من السنين ولا يوم من الايام ولا ثانيه من الثواني هتبقى زيي إنما أنت بتحاول تاخدني معاك ورا؟ لا مش النادي الأهلي. أنا الأهلي. أنا كبير أفريقيا، كبير العرب، أنا نادي القرن، نادي القرن. أنا اللي بنافس على المستوى القاري وبنافس على المستوى العالمي. أنا النادي الأهلي الأكثر فوز بالبطولات. أنا رافع راية الرياضة المصرية في جميع المستويات. في جميع المستويات. أنا النادي الأكثر شعبية. في مصر في افريقيا في الوطن العربي في العالم كله. أنا النادي الأهلي اللي أنت مش عارف تقلدني. اللي أنت مش عارف تاخد مني حاجة حلوة. اللي أنت مش عارف تتعلم مني أي حاجة تفيدك. أنا اللي أنت المفروض أنك تفتخر بيا. لأن أنا وأنت من بلد واحدة. وأنا برفع راية الرياضة المصرية. أنا عنوان الرياضة المصرية في الخارج. ايوه النادي الاهلي عنوان الرياضه المصريه في الخارج. فيحصل ايه بقى؟ اول ما تسمع اسم الاهلي في موضوع سلبي او ايجابي وانت على فكره مالكش دخل في حاجه خالص. لا لازم تدخل فيه وانت مش طرف. بتكلم على اللي بيقول على نفسه منافس. لا لا ليه ناقه ولا جمل زي ما بيقولوا ولا ليه علاقه بالموضوع. لكن في اي ازمه لا تخصه. تلاقي مذيعين تلاقي جماهير تلاقي معلقين تلاقي لعيبه كوره عاملين نفسهم ان هم اوصيه على النادي الاهلي، لا يا حبيبي مفيش حد وصي على النادي الاهلي. انت بتحاول تعمل فتنه ولكن جماهير النادي الاهلي جماهير واعيه جدا 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 جدا، وعلى فكره جماهيرك كمان واعيه جدا 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 وعارفه انت بتعمل ليه الاسلوب ده. يعني يعني احنا بن... احنا دلوقتي لو احنا بنتكلم بقى بصراحه شويه هكلمكم بصراحه شويه عن الموقف اللي حصل من لاعبنا حسين الشحات انا هنا مش بصدد الدفاع عن حسين الشحات بالعكس ولكن انا عايز اكلم حضراتكم في موقفين ثلاثه اول موقف قبل اللعيبه ما تركب الاتوبيس وهي رايحه النادي النادي الاهلي النادي الاهلي بنفسه قرر العقوبه على حسين الشحات قبل اي حد ما يطلع فانت ما تعملش نفسك واصي على النادي الاهلي لان النادي الاهلي هو اول واحد خد قرار في وقعة حسين الشحات كويس ماشي اللي حصل ايه بعد كده بس خليني واحده واحده عشان اكلم حضراتكم في نقط معينة اللي حصل بعد كده خل... احنا جينا لحتة النادي الاهلي اول حاجة حصلت توقيع عقوبة على حسين الشحات بغرامة 300 ألف جنيه ده النادي الاهلي علشان اللي تشاف اللي حصل وانا هنا وانا هنا وكلنا كل الموجودين وكل المسؤولين في النادي الاهلي ما بندفعش على خطأ اللي حصل خطأ كويس بعد كده حصل ايه هو انا لما ابقى متهم او قضيه قضيه بيبقى فيها متهم المفروض المفروض المسؤولين اللي خدوا قرار ايقاف حسين الشحات عن الواقع اللي حصل انا على فكره حسين الشحات اخطا وانا ما بدافعش عنه وهو متحمل نتيجه خطاه هو متحمل نتيجه خطاه بس انا السؤال بس في النقطه دي فاكرين حضراتكم او اللي يفتكر مباراه فرنسا وايطاليا في نهائي كاس العالم 2006 لما حصل وقع ما بين زين الدين زيدان كابتن منتخب فرنسا وماركو ماتريتسي اللي هو لعيب المنتخب الايطالي فوجئنا مره واحده بزين الدين زيدان بيتدور وراح ضارب ماركو بدماغه في صدره كل الناس اتكلمت وحملت المسؤوليه لزين الدين زيدان وايه المنظر ده ولكن بعد كده عرفنا السبب ايه هو حسين الشحات مش مجنون انا عفوا لتالت مره او رابع مره او عشر مره ما بتكلمش ان حسين الشحات لم يخطئ لا حسين الشحات اخطا ويتحمل نتيجه خطا لكن سعادتك ما تجيش تعمل وصي على النادي الاهلي انما لما يكون في تحقيق هو حسين الشحات لما عمل الواقعة اللي احنا كلنا مش راضيين عنها دي حسين الشحات مجنون يعني انا بقول لحسين الشحات ايه يا حبيبي ازيك قام راح ضاربني بالقلم طب في واقعة تانية انا بس عشان اعرف حضراتكم العلاقة ما بين او او الفرق ما بين مسؤول ومسؤول او مسؤولين ومسؤولين او نادي ونادي تعال نرجع لورا شوية كده مباراة الاهلي والاسماعيلي مباراه الاهلي والاسماعيلي حصل وقعة في المباراه شبيهه شبيهه بالواقعه دي ولكن كانت خلال المباراه او اثناء المباراه وقع ما بين لاعب النادي الاسماعيلي باهر محمدي ولاعبنا محمد هاني احنا ما شفناش محمد هاني بيقولي ولكن فوجئنا ان باهر محمدي لاعب النادي الاسماعيلي صفا وخلي بال حضراتكم ان هاني كمان كان ايه كان رايح بيهدي الموضوع لان باهر كان يعني بدا يشاور لجمهور النادي الاهلي وبيصير جماهير النادي الاهلي فراح له محمد هاني علشان يهديه فطبعا بيقول له ان ابعد عن الجمهور ماكش دعوه الجمهور التاني مالكش دعوه راح مديله بالقلم وراح دفعه في وشه وهاني هاني ما عملش اي حاجه فوجئنا بعد كده ان الحكم جه ادى ده انذار وادى محمد هاني انذار سمعتوا حاجه من النادي الاهلي او سمعتوا حاجه هنا عن اللي حصل ترفع النادي الاهلي بعد المباراه انه يتكلم في الموضوع ده عشان ما يقولكش بقى لا ده النادي الاهلي بيصير الفتن والنادي الاهلي بيصير المشاكل والنادي الاهلي بيصير الجماهير ومحدش اتكلم بالرغم من ايه نفس الواقع بالعكس ده هاني رايح يهدي هاني رايح يهدي فوجئ واحد بيصفعه بالقلم وبعدين بيدفعه في وشه رد فعل هاني انا فوجئت برد فعل هاني بصراحه يعني انا واحد من الناس فوجئت برد فعل هاني واللي فوجئت بيه اكتر رد فعل الحكم والفار ده حتى يعني الناس كلها شافت الواقع الناس كلها استغربت ازاي ما اتكلمناش على الواقعة ديت لكن النادي الأهلي صمم عشان علاقاته بالأندية كلها يعني بيسودها نوع من الحب والود والاحترام مرضيش يتكلم في الموضوع ده عشان أقول لك بقى النادي الأهلي بيصير الفتن لا خلاص عدى الموضوع وما تكلمناش في الموضوع ده حلو قوي وقعة زي الواقعة سمعتوا بقى حضراتكم أو شفتوا حضراتكم حد وقع عقوبة حد مش عايز اقول حد النادي بتاعه وقع عقوبه على اللعيب بتاعه عشان ضرب محمد هاني بالقلم؟ بلاش دي شفتوا مسؤولين من الرابطه اجتمعوا وقرروا انهم يوقفوا لعيب النادي الاسماعيلي عشان ضرب محمد هاني بالقلم؟ كويس طيب شفتوا حد من الاعلام او شفتوا حد من الاخوه المنافسين طلع اتكلم عن الواقعه النادي الاهلي ترفع انه يتكلم عن الموضوع ده علشان علاقته بجميع الانديه وعلاقته بالنادي الاسماعيلي ومسؤولين النادي الاسماعيلي النادي الاهلي ما طلعش يتكلم في الموضوع خالص انما بصفتك انت مسؤول عن الكره المصريه ومسؤول عن اللي بيحصل عارف حضرتك المسؤول ده طلع عمل ايه ده مثالي ما... 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 اعتقد ان هما ما اجتمعوش ده بالتليفون وانا برضو ما بدافعش عن خطا ما بدافعش عن حسين الشحات حسين الشحات اخطا اخطا عارفين حضراتكم زين الدين زيدان بعد الواقعه قال ايه قال انا مش ندمان ولكن ما بفتخرش ابدا باللي انا عملته انا مش ندمان لان اللعيب الايطالي غلط في اخت زين الدين زيدان لو اللعيب عنده من الشجاعه ان يطلع يقول انا قلت ايه اتفضل ورينا انما انا بتكلم عن المسؤولين اللي خدوا القرار ده انا لما يكون في قضيه وفي متهم متهم ومجني عليه اول ابسط قواعد حقوق الانسان انك بتعمل تحقيق في القضيه دي بتعمل تحقيق بتبص على تقارير بتشوف ايه اللي حصل مش يمكن يكون في اتنين متهمين حسين الشحات متهم اه حسين الشحات متهم حسين الشحات عمل فعل ما نحبش انه يطلع من اي لعيب في النادي الاهلي كلنا متفقين على كده لكن حسين الشحات عمل كده ليه عمل كده ليه انتوا طلعتوا حسين الشحات شيطان واللعيب التاني ملاك هو ده اللي حصل يوم كل الناس مش كل الناس كل الناس المغرضة كل الناس المغرضة ما انت خلي بالك يعني انا هتأدب وهقول جملة مكان جملة احنا معانا طبعا لعيبة النادي الاهلي وهي طالعة من الفندق الى ملعب ملعب المباراة وان شاء الله بالتوفيق باذن الله للعيبه النادي الاهلي النهارده احنا عارفين ان في اكتر من 14 15 لعيب مريحهم النهارده مستر كولر <applause> نرجع مرجوعنا تاني لموضوع حسين الشحات احنا كنا بنتكلم عن اللي هو طالع بيتكلم عن مبادئ وقيم النادي الاهلي لا خليك انت في مبادئك وقيمك خليك انت في مبادئك وقيمك ما تتكلمش عن مبادئ وقيم النادي الاهلي انت مش واصي على النادي الاهلي النادي الاهلي اول حد خد قرار في موضوع حسين الشحات ثم بعديها بيومين ايه اللي حصل؟ كابتن الخطيب جاب لجنه التخطيط وجاب المسؤولين وقعد وقال ان اللي حصل ده بيسير استيائه هو مستاء من اللي حصل مستاء من اللي حصل على فكره كابتن الخطيب كان قصده على الواقعه ككل الواقعه ككل اه هو مستاء من التصرف اللي اقدم عليه حسين الشحات ولكن هو مستاء من اللي حصل في الملعب مستاء من اللي حصل في الواقعه ككل مش من تصرف حسين الشحات بس من الواقعه ككل اللي خلت اللي اجبرت حسين الشحات يقدم على التصرف ده مين المسؤول مين المسؤول هو لو كان فيه عداله تحكيميه في المباراة ولو كان في جرأة من الحكم في المباراة كانت وصلت للي احنا شفناه في الآخر أنا عايز أعرف بس كانت وصلت الأمور للي احنا وصلنا له النادي الأهلي طلع بيان امبارح النادي الأهلي طلع بيان قال التحكيم منظومة التحكيم لازم منظومة تحكيمية لازم يبتدي اصلاحها وتطويرها. لازم منظومه التحكيم يعاد النظر فيها. لان نجاح وتطوير التحكيم من نجاح المسابقه ككل او من نجاح كره القدم المصريه او من نجاح كره القدم في العالم. انما كل موسم يحصل كوارث كل موسم يحصل كوارث. احنا على فكره النادي الاهلي واخد كل البطولات. كل البطولات السنه دي. ولكن نادي الاهلي طلب تطوير التحكيم يا جماعه احنا كل ماتش بيبقى فيه كوارث الحكام محتاجين عندنا لازم يكون ليهم شخصيه في الملعب لازم يكون ليهم شخصيه في الملعب انت ما بتديرش انت مش مجرد سفارة وبس انت مش جاي تسفر وبس لا في جوانب اخرى زي الماتش اللي فات اللي شفنا فيه خطا من حسين الشحات اللي وصل حسين الشحات لكده ما انا كحكم شفت مره واثنين وثلاثه في اكثر من لعيب من الفريق الاخر ياخد طرد ولكن الحكم بيمشي وايه اللي وصل الموضوع لكده في الاخر شخصيه الحكم اخطاء الحكم علشان كده بيخلي ناس تطلع تقول لك ايه ده القيم والمبادئ لا يا حبيبي خليك انت في قيمك ومبادئك خليك انت في قيمك ومبادئك ما هو اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس الكويسه بالطوب تاني اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس الكويسه بالطوب الغلط انت تعرفه انما احنا بنعالج الغلط فورا ولو اتكلمنا عن حاجات كتير حصلت حصلت في الملعب وجابتها شاشات التلفزيون او حصلت وما جابتهاش شاشات التلفزيون وما سمعناش مره ان المنافس بيطلع يغلط حتى لعيب مش عايز اقول يعني يوقع عقوبه عليه لا يغلط حتى لعيب لا لكن اللي انا عايز اقوله محدش يعمل نفسه وصي على النادي الاهلي واداره النادي الاهلي قيم ومبادئ النادي الاهلي في حته وانت في حته تانية خالص بعيد عنها 100 سنه انت تتعلم بس من النادي الاهلي انا بتكلم المسؤولين اللي خدوا القرار في حق حسين الشحات طب حقق الاول حقق الاول وشوفوا ايه اللي أجبره انه يعمل كده مش يمكن تلاقي حد تاني غلطان منظومه التحكيم منظومه للاسف معرفش بتدار ازاي يعني هتادب يعني وهقول معرفش بتدار ازاي ولكن هي بتهدر حقوق انديه الماتش اللي فات شخصيه الحكم كانت سبب في اللي حصل. لازم يكون في سيطره على الماتش، لازم تكون حازم في قراراتك. يعني محمود ناجي ما احترامنا ليه، كابتن محمود ناجي حكم مباراه بيراميدز الاخيره ده حكم دولي. للاسف ما كانش قادر يسيطر على المباراه وشفنا اوقات كتير جدا 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 كروت حمراء لازم تطلع للاسف ولا كان بيطلع حتى كروت صفراء. وكمان عنده ازدواجيه في القرارات، على فكره ما بقولش كده عشان النادي الاهلي خسر مباراه بيراميدز، انت ك... احنا واخدين البطوله من خمس اسابيع، فالأهم ال الأهم اتعمل. الأهم اتعمل. حتى جمهور النادي الاهلي لما كان عدى عدى الماتش وخلاص، اه بنزعل لما بنخسر ولكن عدى الماتش لان انت كسبان البطوله من زمان. لكن وانت كسبان البطوله انت انت بتطالب بان منظومه التحكيم يحصل فيها اصلاح. لانها عايزه كتير وكتير وكتير كان في قبل كده خبير انجليزي اسمه كلاتنبرغ لو فاكرينه حضراتكم كان بيحاول كان بيحاول ولكن كان فيه بوادر اصلاح واحيانا مكاشفه ومصارحه كل واحد يعرف غلطته فين ويحاول انها ما تتكررش وبعدين للاسف ما سابوش في حاله مشوه جالنا خبير برتغالي، بيريرا. الراجل لحد دلوقتي احنا مش عارفين بدأ ولا ما بدأش، مين اللي متحكم في المنظومة؟ الراجل لحد دلوقتي ملوش تأثير، طب في نائب بتاعه، النائب بتاعه هو اللي بيتحكم في كل حاجة دلوقتي. أيوه النائب بتاعه هو اللي بيعمل كل حاجة. تعيينات وميزات للحكام ومفيش حد موجود وبريرا أصلاً محطوط صورة. على فكرة، احنا بنقول الكلام ده واحنا كسبانين الدوري. بنقول الكلام ده واحنا كسبانين الدوري. اه بالمناسبه انا ليا سؤال بس. سؤال بمناسبه البطولات اللي احنا كسبناها. في حاجه اسمها كاس السوبر. كان بيتلعب، انا بس افتكرتها دلوقتي. اللي هو النادي الاهلي خد اخر بطوله فيه. كاس السوبر دي اللي فات كان ليه بعض الاحداث منها منها إن النادي الأهلي كان هيلاعب نادي تاني غير بيراميدز. اللي هو نادي الزمالك. المباراة ما كانتش في مصر. المباراة كانت في إحدى الدول العربية الشقيقة. في الإمارات. شفنا ساعتها على الملأ بعد بيع التذاكر. عدم احترام. البطوله عدم احترام البلد المستضيفه للبطوله عدم احترام الجماهير اللي دفعت من قوتها عشان تروح تتفرج على المباراه بين الاهلي وبين الزمالك وشفنا انسحاب من نادي الزمالك في لوائح للبطوله المفروض كل بطوله بيبقى ليها لوائح طيب لما فرقه تنسحب اللائحه بتقول ايه؟ ما نرجع كده نرجع للمباراه دي جابوا بيراميدز مكان فريق الزمالك حلو ماشي بعد الاساءه اللي حصلت للجماهير للدوله العربيه الشقيقه للكره المصريه ككل اللي حصل ان في لائحه اللائحه بتقول ايه على الاقل الفريق اللي انسحب بياخد سنتين عقوبة إيقاف من اللعب في البطولة دي احنا لحد دلوقتي ما سمعناش عن العقوبة اللي توقعت على المنسحب طب أجي بقى لحضراتكم في الأهم علشان احنا بنقعد نلف مفيش كاس سوبر السنة دي مفيش كاس سوبر طب التحايل يجي ازاي بقى علشان الاعب نادي الزمالك اعمل حاجه اسمها كاس النخبه ايه كاس النخبه دي قال لك دي اللي هتحل مكان السوبر طب والعقوبات بتاعت كاس السوبر اللي فات لا كاس السوبر يا راجل ما فيش ما فيش كاس السوبر بقى تغاضينا عنها بقى كل سنه طيب ده ايه ده ده احتواء جديد ايه اللي جن... ايه ده إيه اللي... وعايزين تطوروا الكره المصريه ده هنفضل محلك سر تتحايل عشان تعمل بطولة جديدة عشان تدخل فيها نادي منسحب السنة اللي فاتت عشان ما توقعش عليه عقوبة إيه ده؟ إيه ده الكلام ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ بيحصل في إيه؟ الكلام ده بيحصل فينا أنا عايز أعرف وعايزين نطور في الآخر الكرة المصرية؟ الكرة المصرية إيه اللي هتتطور؟ هتفضل محلك لا مش هتفضل محلك سر هترجع ورا خطوتين تلاتة عشرة عشرة ده الأندية مش الأندية الدول والدوريات اللي كانت اقل مننا مع احترامي لجميع الدول اللي احنا كنا نسبقها بسنين وسنين وسنين سبقتنا. سبقتنا واحنا اللي رجعنا. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان عندنا للاسف منظومه تدار بالكيف تدار مش عايز اقول كلمه تانية تتخذ عليا يعني اقل حاجه اقولها بالاحتواء 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 طبعا تحكيم كلمنا عن تحكيم شفنا حاجات كده ده لو عايزين نتكلم عن التحكيم والنادي الاهلي واخد كل البطولات السنه دي لا هكلمكم على حاجات كتير هكلمكم على ماتشات في الدوري هكلمكم على ركلات جزاء هكلمكم على كروت صفرا وكروت حمرا هكلمكم على فرق بتوصل لكاس مصر لحد السيمي فاينل وهي ما تستاهلش انها حتى توصل لدور الثمانيه اكلمكم على حاجات كتير جدا واكلمكم على حاجات في الدوري اللي النادي الاهلي اخده وفي الاخر خالص يقول لك ايه اصل احنا بدانا احنا عايزين نطور المنظومه احنا عايزين إحنا إيه؟ إحنا مفيش ومع ذلك ومع ذلك اللي أنا عايز أقوله برغم كل الظروف دي إن شاء الله مفيش حد هيوقف النادي الأهلي لأن النادي الأهلي في حتة تانية خالص بعيدة عنك ولو أنت بتقول إنك فعلا منافس وريني يا سعادة المنافس وقرب مني يا ريت ما عايزك أنا بشدك معايا ولكن انت ما بتتشدش. خلصت كلامي عندي كلام كان كتير جدا ممكن اقعد فيه اسبوع ولكن كفايه كده هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيتشرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب حسام عربي معلش انا قلت الكابتن احمد بلال هو اللي جاي بس بامش. انت يعني ما شاء مش الله مشرفنا النهارده لا. انا واحمد بلال واحد ربنا يخليك ربنا يخليك يا كابتن حسام ربنا يخليك يا كابتن عرابي كابتن عادل عبد الرحمن نورنا يا كابتن ازاي تغلط ليه في الكابتن ده بالعكس ده كابتن اسامه على ده كابتن اسامه تاريخ ما علينا في <applause> تاريخ وغلطت في ريفي <applause> والله كابتن سامي ده ولا يتنسي ولا حاجه خالص عمره ما يتنسي كابتن اسامه طبعا عمره ما يتنسي اه والله العظيم كابتن اسامه تاريخي برضه طبعا ما انت نسيته انا نفس الجمله كابتن اسامه في القلب انما مش باللسان لعبا وخلقا وكل حاجه طبعا طبعا من من الناس القليله اللي يعني قلما تجدهم في انت عايز منه حاجه ولا ايه تهديفا لا لا ما تعش دخلنا بقى لا ما بقى في, <applause> بقى في تهديفا انما آه. كابتن <applause> شريف آه بعد حسم اللقب مبكرا قبل انتهاء المسابقه بخمس اسابيع مواجهه جديده للنادي الاهلي واخر مباراه في عمر الدوري العام بين النادي الاهلي والنادي المصري اليوم وفيها مستر كولر بيريح 15 لعيب من النادي الاهلي طبيعي يعني وده احنا كنا اتكلمنا فيه كلنا ان احنا بعد ما خدنا الدوري كان المفروض يحصل كل ده من بعد اول ما اعلنت وبعد ماتش 4-1 بتاع الزمالك لازم كل ده يستريح لان من مميزات الموسم اللي فات احنا قلنا اللي هي راحه اللعيبه اللي هي خلت اللعيبه واقفه على رجليها دلوقتي في ظل وجود الجهاز الفني ده وال الشكل اللي حصل فيه التوازن في اللياقه البدنيه اثناء البطولات كلها فالاول سنه الحمد لله الله اكبر انا مش شايف فيه اصابات كتير قوي زي كل سنه احنا بنتعرض لها يعني صحيح بل بالعكس انت عامل العلامه الكامله السنه دي خمس بطولات وده كان اللي بيجي قلنا من من بره الاهلي خد الدوري كويس؟ ما, ايه. ما خد الدوري من غير ولا هزيمه ولا خد الدوري بكام جول ولا دخل ايه. فيه كام جول؟ ما حدش بيسال على الحاجات دي خالص احنا خدنا الدوري خلاص ومظبطين الدنيا وبنشوف اللي قدامنا بعد كده والبطولات اللي جايه بعد كده عندك بطوله كاس مصر كمان كام يوم انت اصلا حصل لك نجاه من بتاعه كل سنه ضغط المباريات اللي هو كل 48 ساعه ماتش ده ما حدش يقدر عليها في مصر يعني. الحكايه دي في اوروبا دي ده الطبيعي بتاعهم يعني لان كل أدواته وكل الجماهير وكل الحاجات هناك مساعده كل حاجه دوري بايع نفسه جماهير كلها موجوده والله يا كابتن ومش الدنيا. في كل الاوقات كل 72 ساعه مباراه آه. مش في كل الاوقات لا. في بعض الاوقات او هم هم منظمينها صح بمواعيد من اول السنه وماتش اخر السنه هيبقى الساعه كام و... رغم ان عندهم تلج وعندهم امطار وعندهم صبر انما صبر. الدنيا ماشيه عندهم كل حاجه آه... مباراه النهارده اللي بنتكلم عنها وذكرى طيبه لوداع البطوله ذكرى طيبه بحصولك على البطوله وذكرى طيبه المباراة انت بتستمتع فيها وفرصه كبيره جدا لبعض اللاعبين اللي هم ما كانش عندهم فرص كتير او السنه دي ان هم يكونوا موجودين ف الميعاد ده والماتشات اللي زي دي, دي والمناسبه دي فرصه للكل ايجابيات للكل الحقيقه وفي عندك اوريدي ايجابيات يعني هتتفرج على لعيبه موجوده هم ايجابيات الحقيقه وانهوا الموسم ده كوكا مثلا بينهي بإيجابيات مع المنتخب 23 سنة وبينهي بمستوى جيد جدا وبينغمس في وسط الفريق وبيعمل لنفسه أرضية واسعة إنها تقدر تعتمد عليه في الموسم اللي جاي النهاردة هيبقى إن شاء الله أكيد موجود يعني لعيبة كثيرة جدا الكرة حزوز ما زالت الحزوز بتدق على الأبواب وماز... أدام أنت جات لك الفرصة أنك أنت تبقى موجود النهاردة فهذا حظ برضه وبيدق على بابك لازم انت نفسك بقى تستغل هذا الفرصه وتستغل وجودك النهارده في الملعب وتلعب تلعب لعبك أيوة. وانا دايما كنا دايما نتكلم واحنا صغيرين لما كنا بنلعب كان اللعب تحت صعب قوي لما بطلع فوق بلاقي مساحه اسهل ان انا اقدر العب الكوره بتاعتي لان عندي اعمده كتيره قوي في الملعب تتشيل م. يمكن انت وانت في الناشئين يا انت صاحب الحكايه علاء في نص الملعب عادل عند الفيرود أسامة عربي ناحية التعب مدافع في الناشئين فيتاخد عشان يروح يلعب في الدرجة الأولى كويس لما يطلع الدرجة الأولى هيلاقي فيه 16 أسامة 16 علاء 16 أيمن فهمتني إزاي؟ فالحكاية اللعب فوق تقدر تعمل الكرة اللي نفسك فيها تقدر تدي الإمكانيات اللي تقدر تحط الشخصية الفردية بتاعتك خاصه لو ما فيش ضغوط بقى ما انت ما عندكش ضغوط النهارده ولا حاجه ايه ما, ما اتغلبت ماتش الماتش اللي فات اه خليت الناس تاخد اكسجين وبتاع الحمد لله خلاص <applause> <applause> اتغلبوا ماتش مش عارف ايه و... وكل العقد طلعت وكل اللي... وعقد بقى وخدت وموضوع حزين الشحات على موضوع بقى خلاص حاجة. بقى ما فيش حاجه يعملوها هاي. يعني انت واخد خمس بطولات و الناس كلها قاعدة في البيوت بتمصمص شفايفها عليك وبعدين اول ما هتتغلب حت... ماتش او بتتعادل ماتش يكلموا بعض يقول لك ايه شفت اهو اتغلبوا اهو مش هو ده بقى ايه؟ وهو ملوش علاقة بالموضوع لا ملوش دعوة لا انت ده دي بيكبرك أكتر بيكبرك أكتر انك أنت الكبير شوف الكبير بقى أهو الكبير اتغلب أهو الكبير دخل فيه جوان أهو الكبير ده بيديك مقدار حجمك حجمك قد انك انت تكسب الدنيا مهيصه معك. تخسر الدنيا برضه مولعه و يعني مفيش غيرك مفيش غيرك عندك الكلام عنك في المكسب الكلام عنك في التعادل الكلام عنك في اي اخفاقات بتحصل ولكن انا بسمي الخساره اللي حصلت الماتش اللي فات دي في التفاهات يعني جت في الهايفه واتصدرت وده من عند ربنا حاجه كويسه جدا <applause> ما جتش في حاجه مهمه معطلاك عن بطوله او بتخرجك من حاجه او 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 وجت هنا في في الحكايه وهي خلصانه. ومن حق اي فرقه تفرح طبعا انها فازت على الكيان الكبير او النادي الاهلي. فالنهارده باذن الله مباراه انا بسميها للعيبه نفسه. انتوا اللي تقدروا النهارده تخلونا نتفرج على مباراة جيده ونتكلم عنكم كلام بحجم وقدرات كل لاعب فيها فبالتوفيق ان شاء الله. باذن الله. بإذن الله. كابتن علاء ختام مباراة الموسم بالنسبة للنادي الاهلي في الدوري والمصري طبعا بعد حسم اللقب مبكرا كان الكابتن شريف اتكلم على نقطة ان النهارده هنشوف اكتر من وجه جديد ولكن الماتشات اللي زي دي هل بيبقى معيار الحكم على اللعيبة دي اللي بتلعب وخصوصا ان فيه نسبة كبيرة جدا 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 من العناصر الاساسية غايبة بيكون حكم صحيح؟ لا خليني اقول لك ليه بس عشان في مشكله تانية هنناقشها بعد الاستوديو ان شاء الله او بعد المباراه ان شاء الله. قرار اتخذ اتحاد الكوره بخصوص اللعيبه المعارين. كويس؟ هل بيبقى مباراه زي دي يعني حكمها حقيقي وصحيح بالنسبه للمدير الفني على اللعيبه اللي بتشارك مثلا لاول مره؟ في ظل هذه الظروف وفي ظل غياب العناصر الاساسيه الكتيره دي جدا النهارده هو اكيد لا كويس طبعا لا لان يعني غالبا انت بتلعب عندك لعيب من الناشئين دايما بتحب تلعبه وسط مجموعه من اللعيبه الكبيره صحيح تساعده هو ده اللي بيظهر الناشئ نفسه لكن ودايما كنا بنقول كلمه زمان كده اختار الوقت الصحيح انك تلعب ناشئ فيه ما تختارش مثلا وقت الفريق مش مش كويس معظم لعيبتك مش في احسن حالتها ما ينفعش لعب لعيب صغير هتظلمه حتى لو كان كويس لكن هنا كولر بيلعب اكبر مجموعه ان هو مش فارق معاه المباراه تماما لكن حمي. هو عايز اللعيبه دي تكتسب الاحتكاك مباريات الدوري اخر مباراه في الدوري اللي هو برضو احنا عانينا عليكم في بعض اللعيبه النهارده هتظهر اللعيبه اللي هي التالنت اللي هي الموهوبه هتظهر هيبان ان هو عنده لمسه كويسه كده كولر يبدا يبص عليه من الوقت طب بس انا عايز اقول لك حاجه هو أد... تفتكر ان مستر كولر مش عارف امكانياته عارف بس في التمرين الملعب غير المباراه تمرين غير المباراه ايوه تمرين غير مباراه الناشئين ايوه الموضوع مختلف تماما مظبوط هو اخذ اللعيبه دي ان هو شايف اللعيبه كويسه وشايفه في التمرين كل يوم وشايف ان كويسين لكن الامر مختلف تمام في تماما في مباريات ايمن تماما عشان كده دايما بنقول ايه الميعاد الصح الميعاد الصح النهارده انت بتلعب مباراه مفيش اي ضغوط عليك تماما بالعكس الراجل بيقول خد العب مباراه كلها مفيش اي حاجه مش طالب منك حاجه النهارده غير انت العب العب لعبك ويعني يعني عارف ايه قول انا موجود بس هو اللي هيبدا كولر يعني يقيم اللعيبه دي كل واحد على طريقه اداء وطريقه تفكيره لما في موقف هو كولر هيشوف التصرف فيه ازاي هو النهارده المغزى النهارده المباراه دي كلها هي كده كم من الناشئين كتير قوي اه ممكن تبقى المباراه مش في احسن حالاتها ممكن تلاقي لعيبه كتير قوي مش قادره تثبت نفسها لان اللي بيشيل اللعيب الصغير هم اللعيبه الكبار دي معروفه على فكره من من وقت كبير قوي لكن النهارده هو كولر خلاص بقى اللعيبه اللعيبه الكبيره دي تماما خلاص زهقت مباريات زهقت ضغوطات زهقت وكل حاجه عشان كده النهارده بيلعب لعيبه ناشئين فرصه كويسه جدا 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 ليهم اعتقد طريقه الكلام مع كولر اذا كان مع مع سيد مع مع باقي مع باقي الجهاز ان يلعب المباراه دي للناشئ من غير ضغوطات ما يضغطوش النهارده على حاجه خالص ايمن كل اللي يطلبه منه النهارده اللي كولر طالبه من اللعيبه بس في خلال طريقه طريقه الاداء ويلعب لعبه من غير اي تعقيدات وهيبان النهارده مين المبشر مين اللي ممكن معاك الموسم القادم ومين اللي لا ممكن نستنى عليه شويه او ممكن لا نعمل له اعاره او 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 هو كلها النهارده مباراه اعتقد ان هي مباراه كلها مكاسب لكولر بغض النظر عن النتيجه نتيجه لا تهمني بالمره كلها النهارده مكاسب تقييمك للاعيبتك اللي, اللي موجوده الناشئين بتوع النادي الاهلي اللي هم المفروض المستقبل اليوم ان شاء الله في مباراه رسميه مش مطلوب منك حاجه خالص خالص وانا متاكد ان الكلام ده اتقال في غرفه الملابس انا مش طالب منك اي حاجه خالص النهارده ان انت تلعب في الاطار اللي هو يرسمه كولر وتلعب تادي ادائك العادي جدا من غير ما تثبت انت كويس ولا وحش وانا عارفك انت انت كويس اوريدي عشان انت موجود في فريق النادي الاهلي دلوقتي صحيح لكن من غير ضغوطات في لعيب بياخد التجربه دي ايمن بمنتهى الذكاء ما بيزودش في طريقه لعبه ويحاول يعمل حاجات فرديه ده الذكي كويس ماشي وفي واحد بياخدها بطريقه فرديه فهو بيخسر بس ده بيبقى ضاغط على نفسه قوي ده بيخسر طبعا فاهمني لكن صح. اللعيب الذكي النهارده <applause> ياخدها ان هو في اطار الكلام اللي بيعمله اللي عايزه كولر يبدا يقول انا موجود اللعيب مش محتاج على فكره يعني اللاعب مش محتاج كتير عشان ده هيكمل ما كملش ده كلها دقايق ده لمسات تعرف ده هيكمل ولا لا في بعض لعيبه النهارده يعني قبل ما يلعبوا هايلين النهارده في مثلا احمد خالد لعيب كويس جدا في نص الملعب ولعيب مبشر والناس كمان معانا كويس جدا وشفت له كام لقطه كده لعيب كرة كويس هو احتياطي النهارده ما يعني هو موجود ما اعرفش يعني انا شفت له كام لقطه كده النهارده اعرف اسمه احمد خالد ما بحبش انا اسمه الاسم الحركه بتاعه ده اسم ما بحبوش اساسا كويس ده سمعت عنه الباقي انا ما معرفهمش لكن طالما موجودين النهارده تعرف ان اللعيبه دي لعيبه كويسه لعيبه عندها حاجه مختلفه عن كل الناشئين الموجودين عشان النهارده كده كل رجلهم لهم اتفضلوا يعني عارف انت مم. اعرض نفسك من غير اي حاجه خالص على فكره النهارده انزل اتمتع صحيح زي ما ليها زي ما عليها الخطا الوحيد ان هم مش في وسط لعيبه كبيره مم. لكن الحاجه الحلوه ما عليكش مفيش فيش ضغوط تمام صحيح طيب كابتن اسامه هي بترجع اصلا لشخصيه اللعيب. واحيانا يعني يمكن كباتنا قالوا ان في فوارق حتى فرديه في الشخصيه نفسها. في لعيب بياخدها زي مالك ما كابتن شريف وكابتن علاء بياخدها ان هو نازل يتمتع بالماتش، نازل يبرز، نازل يثبت ذاته، يثبت نفسه، ولكن في لعيبه بتاخدها انها مضغوطه، في لعيبه تقول لك يا ريت كانت الفرصه دي مثلا جات لي في وسط المجموعه الاساسيه، ولكن في النهايه الحكم النهارده سيبك من المدير الفني حكم الجماهير على اللعيبه في نهايه الموسم في مباراه يمكن بدايه لمعظم اللعيبه اللي انا يمكن هقول لك اسميهم كمان شويه ان شاء الله ربنا هي المواقف دي ممكن بتبقى فرصه لبعض اللاعبين ان يظهروا قدراتهم رغم صعوبة الموقف من الجزئية اللي انتوا اتكلمتوا فيها اللي هي غياب الأساسي. الأساسية. مش موجودة بالظبط و احنا شفنا السنة اللي فاتت تجربة بتاعت كان اسمه <تصفيق> سوارش <تصفيق> سوارش <تصفيق> معظم العشر ماتشات او الثمان ماتشات الأخيرة لعبهم بدون اللعيبة الكبار باستثناء يعني ثلاث أربع لعيبة وفي ناس ابتدت اتقال عليها ان هي لعيبه كويسه ومبشره وفي ناس اتقال عليها لا دول صعب دلوقتي في المرحله دي انه يبقوا موجودين في النادي الاهلي ممكن يروحوا اعارات ممكن يعني يتمرسوا في فرقه ثانيه يكونوا فرصهم في المشاركه فيها أكثر هنا الفرصه هتبقى ضيقه في المشاركه فخبراتهم مش هتزيد صحيح اه بتزيد شويه بالتدريب ولكن المباريات الرسميه اللي بتزود الاحتكاك وبتزود الخبره يعني. فهي فرصه لبعض الناس ان يبرزوا قدراتهم. ومش معنى ان يبرزوا قدراتهم ان مثلا انا بحكم عليه كلاعب كبير. مم. غالبا عشان كده في ماتشات مثلا بيبقى فيها لعيبه صغيرين لسه طالعين ولاعيبه كبار تلاقي اللعيب الكبير احسن بكتير من اللعيب الصغير كحكم مم. لاعب انت بتقيمه لكن تقييم الناس بالنسبه للصغير لو شاط شوطه بيقول لك يا ده مبشر لو رقص ترقيصه رغم انه ممكن ما يكونش في مجمل الماتش لو انت قيمته فنيا في الماتش فعليا لا هتقول ما هو ما حاجه بس ممكن لعبه ممكن طريقه اه قطعه اه اه الكرة مثلا لو هو مدافع طريقه احرازه الهدف هو مهاجم بتقول ده لا ده لا ده لعيب مباشر خامه مباشره فهي فرصه واعتقد ان احنا نسبه كبيره مننا جات لهم فرص بالطريقه دي صحيح في فرص يعني اللعيب جات... لعيب... اللعيب الصغير ده يلعب لا. في وسط لعيبه موجوده اساسيه ولا عنده فرصه متاحه كبيره جدا سوري عيم. لا عنده فرصه متاحه عنده فرصه كبيره الاحسن طبعا ان هو يلعب كل الكره أولي. اللي في كل الكره اللي في دماغه ما هو انا بقول لك يعني الفرصه بستوار. دي انا عايز اعرف الفرصه بستوار. دي ولا فرصة. انا لما طلعت لعبت لعبت مع فرقه جامده قوي كابتن أيمن. بس ايوه بالظبط بتلعب مع معظم النصر الاسي ايمن ايمن أي. هي فرصه مزبوط. انت لما ترجع للتاريخ كده السنه اللي هي بتاعت 85 اللي على جاب الدوليين راحوا لا لا سيبك من الدوليين دلوقتي كويس. انا بتكلم السنه اللي احنا لعبنا فيها وخدنا كاس مصر من المصري وعلاقة اتعادل في الثانيه الاخيره بعدين جبنا علاء جاب جول وخالد جمال اللي هو سنه 85 مظبوط لا 84 84 كان في نسبه مننا كتير لسه يا دوب بالقلم الرصاص بالنسبه للجماهير البطوله دي ثبتت ناس وعرفت ان الناس كذا واحد وانا كنت واحد من مظبوط اه لعبت قبلها شويه بس يعني كانت دي كانت فرصه تعالى انت المباراه الثانيه اللي انت بتقول عليها اللي حصلت فيها مشكله وكابتن صالح خد قرار ان آه. 16 لعيب يتوقفوا ولعب كلهم عناصر كاس مصر آه. بعد كده علاء كمل معاهم او لعب في الماتش دوت وشوبير احمد شوبير ومجد اللي. عبد الغني تقريبا بعديها علاء وشوبير ومجد كابتن عبد كابتن مصطفى عبده لعب انت توقفت معايا مصطفى عبده لعب في الماتشات اللي بعد كده <applause> ايا كان لعبوا وكسبوا الزمالك وفيهم ناس طبعا حطت رجليها بعد كده معانا يعني مع طبعًا الفريق طبعًا الاساسي طبعًا والناس اللي كانت اقدم مظبوط وفي ناس الماتش ده اداهم فرصه اطول مع النادي صحيح مشوا بعد سنه بعد كده مم او ما كملوش لكن الماتش ده اداهم فرصه فانا اقصد انه حتى لو الفرصه مش وسط الاساسيين فهي فرصه برضو صحيح هي فرصه وفرصه كبيره انك هتلعب ماتش مع فرقه كبيره زي المصري قدام جماهير، ماتش متزع على ملايين الناس هتشوفه فنتمنى لهم التوفيق بغض النظر عن نتيجه اللقاء لان هو دلوقتي الهدف مش نتيجه اللقاء، اه نتمنى ان احنا ان شاء الله نكسب بالعناصر دي ولكن مش هو ده الهدف الاساسي في المرحله دي طالما هو مغير التغييرات دي كلها. فهي فرصه نتمنى لهم فيها التوفيق ولازم كل واحد يتشبث بس زي ما انت قلت في واحد شخصيته بتبقى اقوى بيعرف بيبقى اهدى في واحد شخصيته اقل بيبقى مضغوط بياخد وقت شويه صحيح. بس صحيح. انا نقطه اخيره قبل ما عادل اللي هو يتكلم اتفضل يا كابتن مش لا لا ساعات في واحد بيتألق سريعا او يظهر سريعا الناس <applause> تحكم عليه وما يكملش وواحد <applause> الناس آه يعني ما تتكلمش عليه قوي وما مزبوط. تاخدش بالها منه وتلاقيه هو, وتلاقي بعد هو اللي كمل هو بعد كده صحيح. فدي حصلت يعني ده بتحصل صحيح طيب عموما آه كابتن عادل يمكن الكلام كله بيدور حول اللعيبه اللي هتاخد الفرصه النهارده كويس احنا هنقول التشكيل كمان شويه بس لحد ما يجهز التشكيل هتلاقي في عناصر كتير جدا جدا وخصوصا على الدكه نقول التشكيل نقول التشكيل جالك التشكيل اه جالي من شويه بس نقول التشكيل علي لطفي لحراس المرمى خالع فتاح ظهير ايمن كريم الدبيس، زهير ايسر وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومعتز محمد ثلاثي خط الوسط احمد نبيل كوكا محمد فخري احمد قندوسي ثلاثي المقدمه طاهر محمد طاهر محمد الضوي كريستو ورأفت خليل هنقوله تاني علي لطفي لحراسه المرمى خالد عبد الفتاح زهير ايمن كريم الدبيس زهير ايسر وقلبي الدفاع رامي ربيعه معتز محمد وثلاثي خط الوسط احمد نبيل كوكا محمد فخري احمد قندوسي وثلاثي المقدمه طاهر محمد طاهر محمد الضوي كريستو ورأفت خليل احتياطي النادي الأهلي النهارده حارسي مرمى مصطفى شوبير حمزه علاء محمد أشرف ميدو نبيل محمد أحمد فتح الله أحمد أشرف محمد عبد الله أحمد خالد جمعه كريم عثمان محمد هنروح نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار انتظرونا بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن عادل شفنا تشكيل فرقه النادي الاهلي اه وشفنا البودلة وكان ليك لا مش كان ليك كلمه كان ليك تعليق على الفريق اللي بيلعب النهارده لا انا مش هعلق على الفريق انا ولا اعلق على الفرصه اللي انت بنتكلم فيها فيش حاجه اسمها فرصه كويس في كره القدم في الوقت الحالي في حاجه اسمها استراتيجيه ماشي بمعنى انا لعيب هيلعب كويس النهارده الناس هتقول عليه لعيب كويس لا انا كمنظومه ابقى عارف ان هو لعيب كويس وبحضره انه يبقى لعيب كويس, كويس. لان ما ينفعش مباراه تقيم لي لاعب هل هيكمل معايا ولا مش هيكمل معايا هي استراتيجيه بتتعمل من النادي والمدير الفني ولجنه الكوره بمعنى ان احنا عندنا مجموعه ناشئين اهم احنا عندنا احلال وتجديد بعد سنه في البكرة يبقى انا لازم احضر كمنظومه ناشئين بكرايت عندي البكرايت لازم يشتغل في القطاع تحت شغل كويس قوي يناسب الفريق الاول ويطلع في الوقت المناسب لإني عندي بعد سنه مثلا لاعب هيبطل فانا عايز بكرايت كويس النقطه دي يعني لازم الاستراتيجيه والفكر اللي بيشتغل بيه مستر كولر فوق او المدير الفني فوق أنا أنا لازم يمشي عليه انا ماليش دعوه بمستر كولر لا المدير بتاعته اي مدير فني لا لا ولا مدير فني دي استراتيجيه إيه؟ نادي انا ماليش دعوه كلك ده قطاع بيشتغل مع الفريق الاول صح؟ الفريق الاول متغير طب ما احنا كان عندنا ثلاث مدربين السنه اللي فاتت هشتغل على المدرب ده هبوظ المنظومه بعد كده بالمدرب الثاني وبالمدرب منظومه بتبقى واحده لان كره القدم و فن ادخال اللاعب الصغير للفريق الاول دي دراسه وعلم وحاجات كتير قوي، ما يجيش النهارده تيجي تقولي ان انا عندي خمسه سته لعيبه هختبرهم النهارده من ناشئين النادي الاهلي، لا غلط ما يبقى النادي الاهلي ما بيشتغلش صح، م. هو الشغل الصح اللي انت بتشتغل فيه انا دلوقتي استراتيجية نادي انا بعرف عندي اعمار السنيه بتاعت لاعيبي الفريق الاول و العطاء بتاع لعيب الفريق الاول هيقف امتى؟ يعني انا مثلا اجي اتكلم مع قطاع الناشئين ان انا كنا طول عمرنا بنعمل كده، قطاع الناشئين احنا عايزين سيرد باك بعد سنتين يناسب النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، يبقى يعني انت كقطاع تشتغل عليه، ما جبتوش وما وفرتوش تبقى انت قطاع تمشي. فانت تيجي انك انت تشتغل باستراتيجيه وليس بمباراه. أي. يعني ما يجيش النهارده انا يلعب واحد مباراه طب ما السنه اللي فاتت لعب مع سوارش لعيبه كتير ما ولا واحد فيهم لعب السنه دي الا واحد لا انا بكلمك ده الفكر والعمل لكن ما تجيش تقول لي بالصدفه بستاني. ان انا لاعب لعيب حتى وان اجاد ايه حتى لو اجاد ما هو هي... ما هو الاجاده بتاعته انا عارف ان هو هيجيد لاني انا متابعه بقالي سنتين بمعنى بمعنى مثلا انت عندك باكرايت بتعده من سنتين للباكرايت في الفريق الاول عشان تعده انت لازم بتدخله اختبارات كتير تحت ومش بيبقى باين للناس لكن معروف لدي معروف عندي انا معروف ان انا خلاص اتاكدت منه تماما ان ده هيصلح للفريق الاول هتتاكد منه تماما ازاي ب عناصر كتير قوي في تقييم كبير قوي للاعيب التقييم للاعيب بيدخل فيه العناصر اللي من مي من ميه انك انت توصل بلعيب يبقى لعيب دولي ولا لعيب محلي ولا لعيب ما هو ده علم خلاص كره القدم بقت علم أي. انت هتعرف انه هيبقى كويس ولا وحش ما ينفعش الصدفة هي اللي تعرفك لعيب كويس ولا وحش سرعته ايه امكانياته ايه الشوتينج عنده ايه كسر دبكات جسمه عامل ازاي لو هو عنده حته الكور العاليه كويس فيها لكن عنده حته ديفو شويه في الحته اللي, اللي تحت لا اشتغل عليه بره حبه لما اعدلها له ولكن وتيجي انت بقى لما يجي لك فرصه زي دي عايز تلعب انت هتلعب هتلعب البرومس اللي انت شغال عليه بقالك سنتين اللي هو ده وده وده ما يجيش المدير الفني يختار لعيب من ماشيين ما يختارش اقول لك بقى الازيد انه مالوش يد في الموضوع عارف مين اللي ليه يد الماتش اللي زي ده يجي القطاع اللي هو شغال يقول له عندي باك رايت عاوزك تشوفه ادي الفرصه انك انت تشوفه عندك سرد باكات طيب أنت عندك استاذنك بس أداني. استاذنك نطلع فاصل وبعدين أوكي. بعد الفاصل نرجع يعني نكمل كلامنا مع جمنا كبار انتظرونا نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين نقول تشكيل الفريقين ونبدا بالنادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسه المرمى خالد عبد الفتاح ظهير ايمن كريم الدبيس ظهير ايسر وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومعتز محمد ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري واحمد كوكا ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر محمد كريستو أحمد قندوسي ورأفت خليل على الورق هنقول برضو التشكيل مرة تانية بس على الورق يبان أن رأفت خليل هو اللي هيلعب النهاردة رأس حرب ولكن هل في الملعب هو ده اللي هيحصل هنناقشه مع نجومنا الكبار مرة تانية علي لطفي لحراسة المرمى خالد عبد الفتاح ايمن كريم الدبيس ظهير ايسر معتز محمد ورامي ربيعه قلبي دفاع ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري أحمد كوكا ورباعي المقدمة طاهر محمد طاهر محمد كريستو أحمد قندوسي ورأفت خليل البدلاء حارسي مرمى يعني استفهام بس هنقولها مصطفى شوبير لحراسة المرمى وحمزة علاء لحراسة المرمى محمد أشرف ميدو نبيل محمد فتح الله أحمد أشرف محمد عبد الله أحمد خالد وكريم عثمان هو ده تشكيل النادي الاهلي النهارده. طيب. تشكيل النادي المصري النهارده في ختام مبارياته وبيلعب تقريبا بالتشكيل الاساسي باستثناء المصابين اللي بيغيبوا عنه. محمود جاد لحراسه المرمى ظهير ايمن عماد ابو بكر، ظهير ايسر حسين السيد وقلبي الدفاع عمرو موسى واسامه الجزار. قدامهم اثنين خط وسط دفاعي حسام جريشة وأحمد عماد ورباعي المقدمة حسن علي الياس الجلاسي جريندو ومروان حمدي مرة تانية محمود جاد لحراسة المرمى عماد أبو بكر زهير أيمن حسين السيد زير أيسر ثنائي قلبي الدفاع عمرو موسى وأسامة الجزار قدامهم اثنين في وسط الملعب حسام جريشة وأحمد عماد ورباعي المقدمة حسن علي الياس الجلاسي جريندو ومروان حمدي البدلاء محمد شحاته كريم العراقي اسلام عطيه رجب عمران عبدو يحيى محمد الفيومي زياد فرج اسلام المزين ويتوجة كابتن عادل هنرجع لك سريعا قبل ما نناقش تشكيل فرقتين فضل احنا كنا بنتكلم على السياسه انا بكلمك على استراتيجيه الصح اللي بتتعمل في جميع انحاء العالم كويس مفيش مدير فني هو اللي بيقيم اللعيبه تحت ليه؟ لان سيادتك المدير الفني بيبقى محترف م. ممكن يمشي النهارده ممكن يمشي بكره ممكن ما يكملش الاستراتيجيه اللي بتتعمل في النادي على ثلاث سنين ده رقم واحد رقم اتنين المدرب الاجنبي اللي بيجي في مصر انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي المدرب الاجنبي اللي بيجي في مصر هو همه السنه او السنتين اللي بيلعبها ما بيعملش استراتيجيه للنادي الاهلي الا لو هيعمل مشروع في خمس سنين انا موافقك لو قعد خمس سنين لكن بكلمك على اللي يجي سنه فهو عايز يكسب عاوز يخلص السنه بتاعته باللعيبه الخبره اللعيبه اللي هي تقدر تكسبه في الوقت الحالي. كويس. خلينا نبقى ايه مين بقى اللي بيشتغل في الاستراتيجيه دي؟ القطاع المنوب بالامر اللي هو لازم يطلع لاعبين للفريق الاول، يطلع لاعبين ازاي في الفريق الاول؟ ان هو بيتفرج على الفريق الاول وشايفه. النواقص بتاعت الفريق الاول بيشتغل عليها ما بيشتغلش عشوائي أيه. يعني ما بيشتغلش مثلا عندنا مثلا عندنا عماد متعب وعندنا اربع فراوده جندين قوي اقعد اشتغل على فرود كمان واعمارهم صغيره فانا اقعد اشتغل على فرود من اول السنه لا اشتغل من السنه الثالثه الرابعه لحد ما ده يكبر وده لكن لو عندي ظهير ايمن او سرد باك كبير في السن بيس. لازم اعمل احلال لازم اشتغل على السرد باكات وعلى اشتغل كده هترجع تقولي هو افرض المدرب ما عجبوش اللعيب اللي آه. انا طلعته له ما اقتنعش طب ما عجبوش ازاي هل م. هو متابعه ولا م. هو هيشوفه في مباراه واحده لما يجي مدرب يقول لك انا مش عاجبني اللعيب من مباراه واحده ما تاخدش كلامه لانه غلط م. لكن هو لازم يتابعه تحت ويتفرج عليه كتير ولما يطلع له يحكم عليه الحكم النهائي كويس هقول لك ليه يعني احنا جبنا سوارش في الفتره الاخيره من السنه سوارش لو انا خدت بقراره إن ده لعيب وحش وده لعيب كويس وده لعيب كنت هخسر ليه؟ لأن هو مشي فممكن يكون كلامه ما كانش صح أو ممكن يجي مدرب آخر يقول لك كلام أحسن وكلام أفضل عشان كده أنا بقول لك الموضوع مش موضوع يوم مش مباراة ولا يعني. اتنين ولا تلاتة عشان تطلع لعيب للفريق الأول لازم استراتيجية بتشتغل عليها مش أقل من أربع خمس سنين تحت في قطاع الناشئين عشان مع... تفرز لك لعيبة طبعا طبعا عشان تفرز لعيب بقيمه النادي الاهلي يلعب فريق الاول ومش بس بيلعب في الفريق الاول انت بتربيه على يلعب دولي كمان ال... 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 انت ما هو لازم هيبقى دولي لان لعيب النادي الاهلي لازم يبقى... انت بتربيه على انه ما فيش تعادل م. انت بتتكلم على بطولات دائما انت بتتكلم على ضغط جمهور قوي جدا اول ما هيلعب مع الفريق الاول هيلاقي ضغط جمهور قوي اخر كلمه بس عشان انا عاوز اخرج من الكل... كلمه واحده بس اخرج من الموضوع فت ده فت انا بطلب جميع المنظومه في النادي الاهلي ضبط النفس لان الايام اللي جايه دي ايام كل الناس عايزين تخرجك عن تركيزك النادي الاهلي عمل موسم تاريخ غير عادي صحيح. الناس كلها في ناس بتحب النادي طبعا وفي ناس تانية هتدوس عليك في حتت عاوزه تخرجك مزموم. عن النص فيجب المنظومه كلها تعمل ضبط النفس في الفترة, في الفتره دي شكرا يا كابتن <applause> كابتن شريف في مباراه مفتوحه وشعارها او يعني ان شاء الله ختامها مسك ده شعار الفرقتين النهارده <applause> تشكيل النادي الاهلي النهارده بيضم في الخط الامامي طار محمد طاهر محمد كريستو احمد القندوسي رافت خليل من المتوقع ان رافت خليل هو اللي هيلعب لا انا 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 بس عايز اقول حاجه اتفضل في وضع اللاعبين اللي هم في الاعمار السنيه اللي هي من 2005 2004 اللي هم مؤهلين ان هم انت تشوفهم مع الساحه مع الفريق الاول كويس اولا النظر في الحاجات دي يمكن عادل عارف وكل اللي كلنا عارفين ان في لعيبه في الاعمار السنيه دي بتبقى بتلعب في منتخبات سنهم هي. دول اللي احنا بنبص عليهم اول ناس ودول اللي بنبلغ بيهم مش الـ الجهاز الفني اللي فوق اللي احنا بنبلغ بيهم مدير الكوره مدير الكوره هو اللي بيبقى عنده الداتا دي هو عنده الترشيحات دي وده الميكانيزم اللي, بيمشي والراجل ده بيرشح الحاجات دي للناس يقول والله طب نشوفه وبينزل بنفسه هو يروح يتفرج في بطوله <applause> البراعم والحاجات تاني حاجه انت النهارده عندك خمس بطولات انت بقى يهمك الحفاظ على النجاح اللي انت فيه ده والانجاز اللي انت فيه ده فانت مش جاي تبني فريق عشان م. ايه نحط حته الولاد اللي هم موجودين دلوقتي دول في محط انظار ليهم انت الراجل ده قالوا كباتن المدرب اللي جاي عايز يحطه في الثغرات اللي هي محتاجها فبيشتري على طول الا لو عندك السوبر بقى اللي انت شايفه تحت والسوبر ده كان زمان مصر كلها عرفته اللي هو يقدر يلعب بكره مع الفريق الاول كان كلنا عارفينه والدنيا كلها مش محط لسه اختبارات او تقييمه لدرجة ان انا وانا بكلمك على احمد كوكا قلت لك عنده مساحه من ال... في الملعب بعد الشكل اللي هو ادى بيه انه يقدر ممكن يكون عنده وجود في المرحله الجايه بالنسبه لطاهر ورافت خليل يمكن انا وانت وعلاء كنا بنتكلم انا شايف ان طاهر ده هو اللي يلعب راس حربه ورافت خليل عنده الحريه وهو اصلا كان باك ليفت وكان هوف ليفت في الحته دي وده المكان بتاعه اللي هو مكان علي معلول و... والسكه اللي هي بنمشي فيها ناحيه الشمال دي على الاطراف فهو ده وعنده حريه تحرك وعنده الدخول واشوى خلي أطلع. بالك هو ماتش بيراميدز انا انا بتكلم عنه من من مرحله حياته هو كلها كان هو بيلعب قدامي في الناشئين ماتش بيراميدز مستر كولر خرج محمد شريف ولاعب رافت خليل في المكان ماتش. ده ما, ما عندوش كان حد تاني هو م. ده انت شايف ان طار هو اللي ما لعبناش عيبة. براس حرب احنا لعبنا لعبنا بشكل حر كويس. تحرر للعيبه كلها الولد عشان سنه صغير والكلام ده لقيته فين؟ جوه 18 وبيحارب وبتاع وهو اللي بيجري وهو اللي عنده البقيه اللعيبه كلها كانت في حاله زهق من الكرة هاي. وانتوا كلكم قلتوا الكلام ده اللعيبه موجوده مش فارقه معاهم ازاي يلعبوا او ازاي يخسروا عشان وانت اللي خسرت نفسك بالكره اللي بالعرض دخلت جون فخلاص المعنويات كلها بقت مش فارقه بتلعب على تعادل جي جي ما مش فارقه جدا انما النهارده فخري وكوكا وكريست وطاهر وكندوسي ورافت دول اعتقد ليهم رجل في الملعب قبل كده كتير قوي يعني دول مش 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 هنتفرج عليهم لاول مره يعني لا دي لعيبه اساسيه موجوده عندك كندوشي ده بيعتبر من الاساسيين وطاهر من الاساسيين وكوكا وفخر بيلعب بقاله فتره على طول وكريستو ما له ماتشين ثلاثه ورافت خليل ما هو لاعب بيتبص له دلوقتي ف اتنين اربعه سته لستة القدامانيين دول عاديين جدا انا مش شايف في اي قصه انك انت تقول لي النهارده في تجارب انا فيش تجارب مم. خالص الوحيد اللي عندك اللي, انا هكلمك عنه يمكن انا شايفه وعارفه معتز محمد معتز محمد, 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 محمد ده من المراحل السنيه بتاعته وانا بتفرج عليه آه سيرد باك 10 على 10 يعني بيحاول آه يثبت وجوده في كل مره ويمكن لعيب كمان آه هداف بيطلع على على آه، 18 في ضربات الثابته والحاجات دي وبيكمل وعنده من الروح ان هو تلاقيه موجود ضمن انا كنت بتكلم في ايه ده برشحه كنت يتنظر ليه او يبقى ليه مكانه ايه اللي هيثبت الكلام ده؟ شخصيه اللاعب لما بتطلع بتلعب في, ليفل في اقوى او في ليفل آه فوق شويه أعلى. اعلى بنشوف <applause> هل الثبات اللي هو عنده في المرحله السنيه اللي كانوا فيها هتتوجد ضد فرقه زي مروان حمدي والجلاسي وجريندو وحسن علي هل <applause> الايقاع بتاعه ده يسمح له ان هو يقدر يلعب في المنطقة دي خاصة آه ان انت بتقول ان احنا مش بالقوام الاساسي بنلعب كلنا النهارده هو ده بس اللي بيبقى العلامه اللي لعيبه وشخصيته هي اللي بتثبتها في اليوم ده. انا شايف ان فرقة النادي الاهلي الدبيس عامل شغل كويس قوي الفترة اللي فاتت دي وعنده من يوم ليوم بيعمل جرأة وبيخش ال 18 وبيعرف يوصل للمرمى وعنده تحرر وعنده كل حاجة خازع عبد الفتاح رجله في الملعب ورامي ربيعة وعلي لطفي ليس بالغريب عن المباراه بل بالعكس ودع اخر مباراه بالنسبه له بقى ده جاي جدا فالفرقه اللي احنا شايفينها دي ما هي الا هنقول ناقصها بعد الامكانيات والفنيات من اللعيبه الاساسيه اللي هي عندها سرعات زي بيرستا والشحات وكان شريف وكهربا غير كده انا شايفها ممكن تقدر تعمل مباراه جيده جدا صحيح كابتن علاء 4 2 3 1 مع اختلاف المراكز بعض اللاعبين ولا ليك رؤيه ثانيه خصوصا في رباعي المقدمه. 4 2 3 1 تمام مفيش على فكره مش شايف ناشئين ولا حاجه الناشئ الوحيد م. اللي ممكن النهارده تتكلم عليه رأفت. معتز معتز بس م. 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 انا مش شايف ناشئين ناشئين بس احتياطي ايوه لكن انا شايف فرقه النادي الاهلي معلش مفيش مفيش ناشئين ورافت خليل رافت خليل لعب قبل كده صح ومعتمد عليه وانه راجل انت عايز تشوفه كتير لكن لعب انا بتكلم على اللي وجه جديد وجه جديد ما فيش وجه جديد النهارده غير معتز بس كويس ف يعني ان انا النهارده بلاعب ناشئين لا انا ما عنديش ناشئين الناشئين كلهم بره كل, كل البدلاء انا بعت متفق معاكم ومعاهم طبعا كلهم فعلا دول بقى دول بقى الناشئين لو التشكيل ده في ناس كتير كلها كده اول مره بس بسمها انا ببدا النهارده بالناشئين انما التشكيل ده لا انا ورايي لا انا كنت فاكر الاول احنا بنتكلم قبل التشكيله ايمن ان حتى بتسالني بيقول لك لا مجموعه ناشئين مع بعض هتبقى الامور مش حلوه لا انا شايف التشكيل ده مناسب جدا ان لو لعيب كويس يقدر يظهر ليه؟ لان مثلا بسرعه كده خط الخط الخلفي واحد بس معتز معتز وجنبه ما شاء الله خبره جامده جدا رامي ربيعه خالد لعب وكريم كريم لعب وكريم بقى ماتشين الموضوع بقى بالنسبه له سهل مم. وسط الملعب لعبه الثلاثه كوكا ومحمد فخري اكتر واحد بيلعب و الخط الامامي مفيش حد اول مره يلعب، فانا ما عنديش ناشئين، الوحيد الناشئ الوحيد الوحي. اللي أقول الناشئ معتز بس. كويس التغييرات اللي عملها كولر بعد كده لو مثلا لا خلينا في اللي قبل كده. اتفضل. اللي قبل كده ما في توليفه جديده. كويس. يعني توليفه جديده آه. لكن مش ناشئين. في فرق ان انا بلعب ناشئين معتز ورأفت. لا انا انا عندي كلامي لو حد عنده اعتراض على رافت يقول لي يناقش لا 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 رافت لعب لا لا ما انا لسه قايل لك لا بس. رافت لعب في فرق بين توليفه ايوه في فرق بين ناشئين على فكره ايمن التوليفه دي ممكن تقال على لعيبه كلها كبيره بس التوليفه غريبه أيوه. انت فاهمني لكن بدايه ناشئين ما حدش يقول النهارده انا بلعب في ناشئين ايوه ايوه لا ماتش في افريقيا لما كان بيقول لك انا مغير سبعه أيوه. في الفريق بقول لك انا بقول لك السبعه اللي كان بيغيرهم في دول كانوا مش موجودين اساسي ما دي بقى لما تقول ايه التوليفه او مرة تلعب مع بعض انا بتفق معاك لو هم حتى لعيبه قديمه انما ناشئين اللي هو انت ايه ده ده انا مش عارف احفظ حد كلهم لسه ناشئين لا الوحيد اللي مرت رابعه اللي موجود في الفريق ده ناشئ معتز وكابتن شريف بيتكلم عنه كويس جدا في الوقت ده ايمن انا موافق بقى الناشئ لما يلعب مع 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 ناس كلها لعبت قبل كده هيظهر تقدر طيب تحكم عليه يعني معتز النهارده ممكن تحكم عليه بنسبه كبيره لان هو وسط ناس كلها لعبت اللي هبص عليه شويه النهارده كريستو هتشوفه النهارده بقى ايه الشكل معتز مساك 2005 ويمكن من احسن مدافعين في القطاع يعني هو كابتن شريف علله يعني, ومميز في العاب الهوا كابتن, شريف كابتن شريف حلله انا على فكره بص طبعا في كابتن شريف اكيد يعني وقت واحد فينا متابع فرق ناشئين مش لكن رقم ثلاثه حتى هنا أهل. ايه عايز اقول اسالك سؤال اتفضل اتفضل لعب النهارده ومباراه صعبه خائف امل ما بانش بمنظر كويس كويس هل خلاص ده يبقى لعيب وحش ما ده قلناه طبعا مده لا, مده لا, مده مده لا, لا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ما ده اللي قلناه لكن, لكن بص يا ايمن انا دايما اما يكون لاعب انت شايف فيه ان هو ممكن يبقى كويس معاك لازم تهيئ له الجو المحيط بيه عشان يظهر يعني انا عاجبني معتز وسط اللي ورا دول فاهمني وواحد وسط ثلاثه انما مش عارف لو العكس ها. تبقى كارثه لكن عشان كده بقول لك النهارده لا النهارده يعني فرصه كويسه قوي النهارده انا يعني النهارده مثلا مستني كريستو هاي. يبان بقى هاي. يعني يبدا يقول انا موجود القندوسي نفس الكلام آه معتز آه اللي بسمعه عنه بتمنى اشوفه كويس النهارده ان شاء الله لكن هي كل الناشئين اللي هم قاعدين بره بس صحيح, صحيح. كابتن اسامه رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي تشكيل طبعا تجانس هيبقى بعيد عنه شويه هو ممكن يبقى في حماس بس ممكن يكون فيه في تغييره في في اللي قدام ممكن طاهر اللي هو يبقى راس حربه ورافت هو اللي يلعب م. على الطرف لا انا متوقع رافت هو اللي يلعب هو اللي هيلعب راس, راس حربه ليه هقول لك ليه انا وجهه نظري ممكن هي. تطلع غلط اتفضل مستر كولر الماتش اللي فات واحنا مغلوبين نزل رافت راس حربه خلي بالك احيانا المدير الفني حتى في لعيب ما بيلعبش في مركز معين او ما لعبوش هو من وجهة نظره بيبقى شايف نقطة معينة ممكن تنجح ممكن تفشل <applause> يعني مش معنى أنه هو لاعب رفض خليل المكان ده انها ده ان هتنجح 100% رؤيته تطلع صح وبرضه ممكن فيها نسبه نجاح لان في ناس غيروا اماكنهم وكانوا يمكن هو شاف في حاجه في التمرين ولذلك هو راس حربه اعتقد فهو يديله التجربه كمان يكملها كده انا انا متهيألي كده يعني ان هو نزله نص ساعه الاخيره في ماتش بيراميدز راس حربه ممكن يكون هو زي ما قلت لك شايف في حاجه من وجهه نظره ممكن يديله تكمله كده النهارده كمان لان هو مش معتبر المباراه دي انه يعني انا يعني هدفي الاول ان انا اكسبها والدليل على كده التشكيل ده ما هو مش ممكن انت هتكون انت طب طب انت لو عندك آه. وعندك رافض خليل كان امكانيات راس حربه مين ما مش حاجات امكانيات راس حربه انا انا ثانيه واحده بس لا انا, أنا ما تعرفش مش سؤال. انا بسالك أنا سؤال انا طاهر برضو مش مقتنع بيه قوي لكن حرب. لكن, مش مقتنع بي لكن, حرب. لكن 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 الاقرب الاقرب من وجهه نظرك طارق محمد ولعب قبل كده لعب في كاس العالم للانديه خلاص لكن هو ان احنا عايزين نهيئ لرأ... خليل النور مكانه انا مش معترض انا طاهر انا بقول لك على مش بنعرفه على الناس لكن المباراه دي احنا عايزين نزل لعيب ماشي لاعب في مكانه فانت تدي للناشئ رأفت خليل لعب لا انا بتكلم في ايه يا كابتن؟ ادي الناشئ اكتر حاجه ممكنه انك انت يلعب في مكانه بص يا انا قلت لك رأفت خليل لعب اكتر من ماتش ومن السنه اللي فاتت بينزل ماتشات وفي ماتشات ابتداها مش راس حرب ماشي يا سيدي ما احنا مقتنعين ما احنا متفقين وانا قلت لك هو راس حربه انا بقول لك مستر كولر, كولر ساعات انت كمدير فني بيش 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 بتشوف في لا بيش لعيب حاجه بيشان من وجهه نظرك ممكن تبقى فاشله ممكن تفشل انا مش بقولك ان هي هتنجح انا بقولك ممكن يكون هو وجهه نظره شايف في حاجه ولا نزلوا نزله النص ساعه مزبوط. ماتش بيراميدز راس حرب فانا بأ... انا بقول وجهه نظري انه ممكن يكمل بيه الماتش ده كمان كده ممكن يمكن يبدا بيه نص ساعه ويلاقيه ملخبط او ثلث ساعه و25 دقيقه يودي طاير تاني راس حرب يوديه على الطرف انا مم. بقولك انا لك متوقع كده انا متوقع كده بس ممكن يطلع غلط ممكن يبتدي بطاير ولا راس حرب خلينا في بيت اللعب آه انا شايف من وجهه نظري الباقيين كلهم لعبوا هو معتز كريم الدبيسي ما يعتبرش برضه لعب كتير يعني ماتش او ماتشين ده ما يعتبرش ورافت خليل الباقي كله لعب كتير وبيشارك كتير سواء كريستو سواء قندوس سواء طاير سواء كوكا سواء فخري وكوكا مثال اللي فاتت هو فخري بيشتركوا رامي ربيعه طبعا خالد عبد الفتاح انا شايف وعلي لطفي بيلعب الماتشات اللي ما بيلعبهاش شناوي او هو او شوبير هو أنا شايف معتز طبعاً لأنه أول مرة يلعب المساك كريم الدبيس ورأفت ما زالوا ما زالوا في 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 إنك يتشافوا يعني أي. أنت لسه برضه بتشوفهم لكن فخري خلاص كوكا خلاص حكمنا عليه قندوسي حكمنا عليه كريستو حكمنا عليه أنا وجهة نظري يعني يعني مش هتبقى في حاجة جديدة مفاجأة للراجل أي. يعني بالنسبة للناس التانية دي كلها مش هتبقى في حاجة مفاجأة لكن هو ممكن يكون يعني اللي ممكن يعمل له مفاجاه رفض خليل كريم الدبيس معتز م. محمد معتز مثلا النهارده ما انا بقول لك زي. معتز كريم الدبيس آه، رفض لكن الباقيين كلهم لعبوا عدد ماتشات مش قليل يعني صحيح. شاركوا وبنسب و... فالتشكيلة فيها تغيير المصري على العكس اتغلب الماتش فات 4-1 وكان رايح الماتش ومتوقع متوقع انه يكسب ما هو دخل في المصري على طول قبل انا ما اقول له اه استنى ماشي. بس اقول لك بس ليه؟ لدغ في المصري اوي انا قصدك <applause> عاد يا عادل ما تتكلمش هو لدغ في المصري اوي ما رضيتش اقطع الكلام عشان ساعة. ده اخر ماتش ده بقى له نص بقى <applause> له نص ساعه بيتكلم لا لا بس. لا انت عايز تتكلم في المصري؟ ب... لا عاوزك تتكلم <applause> على الداخليه كمان ماشي لعيبه في كان... الماتش الجاي بص المصري المصري الماتش اللي فات كان رايح وفي نيته انه ياخد الكاس وطبعا نادي جماهيري و و و اتفاجئ واتغلب باتنين في اول ربع ساعه ثم الماتش انتهى أربعة واحد اللي فيها هيجان ايوه فماتشات المصري م. والاهلي فيها عامه من الماتشات و... لقاء جماهيري لقاء جماهيري ود... ويعني شبه ديربي أي. او ديربي بعد الزمالك والاهلي زي ما حصل مع بيراميدز بس المصري م. الجماهير و فانا اعتقد ان النهارده هيبقوا بيلعبوا بحماس جدا م. ومركزين جدا وهيحاولوا يكسبوا النادي الاهلي يعني ده طبيعي لان هم كمان خسرين ماتش بتاع اربعه ايوه آه كابتن ميمي عبد الرازق النهارده مغير كام ستا... ستا... كام تغييرات على الماتش اللي فات المباراه اللي فاتت محمود جاد وحسين السيد وسام الجزار وعماد ابو بكر واحمد عماد وحسام جريشه وحسن علي لانه هو مغلوب اربعة واحد وكان فيه هجوم عليهم شديد خلي بالك ممكن يكون آه راح مغير العدد ده يقول لك اعمل تغييره يمكن الناس دي تنزل تبقى عندها حماس هم عندهم الخط الامامي هيبقى مقلق لينا جريندو بيجري كتير قوي 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 مزعج مزعج شو. وهو اللي جايب لهم 8 تجوان يعني يعتبر هدفه حسن علي مهاراته حلوه طبعا الناس جراسي لعيب كبير وبيعرف يعمل تمريرات بينيه و... و... وعنده ثقل في, الت... في السيطره على الملعب والباص ومروان حمدي طبعا من اللعيبه كويسين فهيبقى في برضه آه قلق آه آه فاحنا مش مش انا مش عايز اقول ايه مش احنا مش تركيز على النتيجه طبعا لو, لو قدرنا نكسب و وده ده, ده حاجه شيء كويس لكن في اهداف تانية من المباراه ايوه الاهداف التانية اهم فنتمنى نعمل ماتش كويس وربنا يوفق اللعيبه باذن رب الله ربنا يوفق طب الكابتن كابتن عادل آه، كابتن عادل, <applause> عادل والى حلقه قادمه بص علشان انت علشان <تصفيق> 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 علشان الوقت عجبني في مصر في ثاني رؤيتك في فرقتين فين الفرقتين؟ عبد الرحمن فرقتين انا دخلنا في الاهلي والمصري انا كان في ما دخلنا في <applause> موضوع عايز خمس حلقات نتناقش فيه ضيع بس ما ده بعد الدوري ان شاء الله دلوقتي انا 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 مش هتكلم على فرقه المصري لان فرقه المصري اولا فرقه بتلعب بالاساسيين بغض النظر عن التغييرات اللي غيرها ولكن دولم لعيبه فريق اول وبتشتغل بالاساسيين. كويس. حتى النادي الاهلي انا بتكلم دائما الفرقه الثالثه في النادي الاهلي المفترض ان هي تبقى فرقه زيها زي اي فرقه في الدوري دي وجهه نظري مم. ان احنا احنا منظومه قويه كبيره كويس. عندنا المفترض عندنا بيبقى عندنا 30 لعيب كلهم زي بعض وحوالي 10 ناشئين بنفس قوه اللعيبه دايما بيبقى النادي الاهلي عنده 40 لعيب دايما لازم يبقى كويس. كويس دي استراتيجيه اي نادي كبير في اي حته في العالم احنا بنتكلم على الجهاز بنتكلم على الرباعي بتاع النادي الاهلي وبسرعه كده اقول لك حاجه مهمه الرباعي الامامي لا الخلفي ماشي اللي هو كريم الدبيس ومعتز ورامي. وخالد كابتن علاء قال ما فيهوش الا واحد فقط أول مرة, هو 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 اول مره يلعب هو مرة دي حقيقة يعني اول مره يلعب ك كخضه هو بيتكلم عليها كخضه لكن في كريم دبيس ناشئ ولكن لعب خد كتير ودي حاجه ودي حاجه المفترض ان احنا بن بنبني عليها يعني طالما خد مره واتنين وتلاته يبقى ده برومس ده هيشتغل ده هيبقى كويس تقييمه ايجابي عندنا اه تمام ماشي. لما نيجي نقيم معتز الحاجه الوحيده اللي انا عايزها النهارده ان نظرتنا ليه تبقى نظره مش مستعجله ايوه يعني آآ نسيب الجمهور أيوه. يقول اللي هو عايزه دائما الجمهور يعني انت قصدك يتقل... ان ما يتقالش يصلح او لا يصلح اه طبعا مش قرار يا عادي مش قرار بالظبط يعني انا مش عايز مش قرار. انا قلت لك القرار ما بيجيش في يوم وليله في مباراه بزبط. القرار بيجي في, في وقت كبير في استراتيجيه كبيره بزبط. هل انت فشلت في الاستراتيجيه او ام لا هي دي فانا بنتكلم على نص الملعب بقى هل هيلعب بمحمد فخري واحمد كوكا والكندوسي ثلاثه في وسط الملعب م. ولا هيلعب بالاثنين فخري وكوكا والدم وقدامهم كندوسي يعني انا انا شايف انا شايف انه لازم ينزل كندوسي مع تحت لانه كمل جري والخبرات هو كده كمل جري والخبرات بتاع فخري م. وبتاع كوكا هيبقى اقل كتير انه يلعب في نص ملعب قدام نادي المصري فانا بتمنى ان هو القندوسي ينزل كثالث في وسط الملعب يدافع شويه كثالث في وسط الملعب يمسك الكره شويه لان احنا بنتكلم على الخبرات مهما حصل المباريات الدوري محتاجه خبرات محتاج, الخبرات. محتاج صحيح. بس انت بس بس انت, بس انت هتحتاج أيمن. لعيب ايمن هو لما بيلعب رقم أنا دور... عشرة يقدر يلاعب المجموعه اللي قدام أنا... و... وده دور القندوسي كابتن بس عندنا شك عندنا لا. شك لا. لما ف... نكون بنلعب بالاساسيين بتوعنا بتروح على الجون قد ايه ولما بتلعب بالاحتياطي بتروح على الجون قد ايه ولما بتلعب بفرقه يتقال عليها ان انت بتشرك لعيب عشان تقيم هتعمل ايه أي انا هوصل ازاي للجزء الأمامي الا لما اكون نص ملعبي مليان وقوي انا نص ملعبي بالطريقه دي انا لو لعبت في النص الامامي عشان الكندوسي يلعبني في النص الامامي مش هتجيله كوره كتير في النص الامامي لانه ما عندناش علي معلول هيطلع وما عندناش محمد هنا هيطلع وعلي. وما عندناش التح... التحضير بتاع ديانج دي والتحضير بتاع حمدي فتحي والتحضير بتاع مروان م... انا بتكلم على اتنين سوريا. في نص الملعب فخري ومعاه كوكا واحد أيوة. عنده حته دفاعيه قويه قوي وواحد متوسط في الحته الدفاعيه فانا هلعب بواحد ونص في الحته الدفاعيه مع نادي المصري فرقه اكبر مني آآ في حته آآ التجربه في اللعب كتير في اللعيبه الفريق الاول اللي لعبوا كتير وهضعف نص الملعب انا محتاج ان انا اقوي نص الملعب هو انا محتاج ايمن هو قندوسي لا. لا. المساعد الاول أوه. لحاله دفاعيه لا. في الثلاثة في نص الملعب ايمن يلعب بثلاثه في نص الملعب. ايمن ايمن لا. ايمن تبينك. معظم الماتشات ثانيه أه واحده معظم الماتشات اللي الراجل لعبها بثلاثه في نص الملعب ما بيلعبش ب صريح آه. بيلعب هيلعب باحمد كوكا سته وهتلاقي فخر يمينه والقندوسي شماله لكن امكانيات القندوسي مش مدافع جامد هاي. بس هو بيلعب بواحد ارتكاز واحد يمين وواحد واحد شمال شمالك. حتى مع مجدي قفشه كان بيعمل كده احيانا آه في بعض المباريات انا آه ما هو نص نصفك... الفكره انا فخري واحمد كوكا انا فخري واحمد كوكا لما نزل معاهم الكندوسي، لو ده بيدافع لو بيدافعوا مثلا 75% فالكندوس يديني ال 25%، احسن ما تكونش موجوده عندي كثالث في وسط الملعب، ده رقم واحد، رقم اثنين انا محتاج كمان الطرفين كريستو وطاهر محمد طاهر لو لعب لازم ينزل معاهم كمان في نص الملعب مظبوط هكذا كره القدم، بزبوط. انا ما ينفعش ان انا مجموعه بتهاجم ومجموعه صح بتدافع صح. كله لازم بيهاجم ليه ادوار كله لازم, لازم. ليهم ادوار انت ليك دور في انت ليك دور في الحته الهجوميه وليك دور في الحته الدفاعيه الحته الدفاعيه بتاعه القندوسي اللي احنا بنتكلم عليها القندوسي من اكتر الحاجات الميزه اللي فيه واللي انتوا متخوفين يعني الكباتن قالوا لي طب هو هل القندوسي هينزل نص الملعب هيدافع لا القندوسي لازم يدافع علشان لو ما دافعش مع النادي الاهلي هيبقى لعيب عنده قدر م م مش يوافق النادي الاهلي هي. فلازم هيدافع في وسط الملعب فإنزل ثالث في وسط الملعب عشان تمسك الكره في وسط الملعب باذن الله رب العالمين يعني. لعيب ستريتش يعني طبعا حلوه المعلومه دي يا كابتن شريف ما عشان يعمل اللي هو بيقول عليه عادل لازم يبقى شاية. ستريتش اصله أصل هو يعني ممكن هو يعرف من لعيب حاجه بس هل هو يعرف ينفذها لي ولا لا هي. ما دي المشكله صحيح. يلا بس. يلا خلاص بعدين عشان يرضى خليك انت في <applause> انا عايز ابني على ما الراجل بيقول طب نبني بالشوطين عشان كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول انتظروا